السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرضى الله سبحانه وتعالى أن يرفع الوباء والغلاء وفيروس كورونا عن مصر وعن جميع دول العالم. النهاردة هنقدم لكم بعض النصائح للي عايز يشتري عصفور، ازاي يختار العصفور الجيد للتربية وما يكونش عيان وتكون مواصفاته وصحته سليمة، سواء كان الشخص ده عايز يربي مثلا يعمل مشروع وهيشتري جواز كتيرة، او طبعا ويكون مشتريها من حد طبعا يكون فيه ثقة وما يكونش اخوات في كلهم اخوات مع بعض. ده بالنسبة اللي هيربي عصفور بمجموعة كبيرة او عمل مزرعة، فالافضل ليه ان هو يختاره من عدة اماكن او يشتري من كذا واحد، او يخلي يكون شخص فيه ثقة يقول له ان انا عايز عصافير عندي مش اخوات. الافضل يعني، لان تزاوج الاخوات كذا مرة يعني متتالية بيدي ضعف في الانتاج وبيدي تشوهات في العصفور، فالافضل يعني. لكن احنا بنجوز الاخوات لعمل طفرات، يعني مثلا جيل او جيلين او جيلين ورا بعض مثلا، فما بيأثرش قوي يعني. لكن لو تتالت العملية، كل اللي يطلع تجوز البعض وكل اللي يطلع تجوز البعض وكل اللي يطلع تجوز البعض، طبعا هيضعف الانتاج بتاعك. فلازم تغير دم، يعني ايه تغير دم؟ انك انت تجيب تدخل على عصافيرك عصافير اخر مش اخوات، بحيث انك انت تقوي الانتاج وما تضعفوش. ده بالنسبة للي عايز طبعا هيختار او هيجيب هيعمل مجاميع كبيرة يعني يربيها مثلا كنوع من مشروع او تربية جماعية. لكن بالنسبة مثلا شخص او حد عايز يربي يجيب له جوز او جوزين في البيت، فطبعا برضو ان هو يروح من المحل ويدي له عصفور عيان او كذا او كذا وياخده وما يقعدش عنده يومين ثلاثة ويموت، طبعا خسارة عليه وهيتعجب مش هيجيب تاني. فعشان كده هنوريكم بعض التفاصيل وهنمسك لكم احد العصافير اللي امامكم في الفيديو ونوريكم ازاي يعني العصفور تختاره على اي اساس باذن الله. فاول حاجة لما انت تروح عند محل العصافير او احد تجار العصافير، هتبص على العصافير زي ما انت شايف كده في القفص. العصفير العصفور اللي صحته كويسة ومش مريض هتلاقيه واقف دايما على الوقفات، وطبعا لاقي الريش بتاعه وديله طويل وسلاحاته يعني الجناحات بتاعته طويلة، ما يبقاش فيه مثلا تقصف في الريش او حاجات زي كده. اما العصفور المريض فدايما بتلاقيه كامش ونافش ريشه وتلاقيه قاعد على الارض، ما قدرش طبعا يقف على الوقفات او كده. فطبعا دي اهم حاجة انك انت تختارها. طبعا العصفور اللي برضو لما تروح تختار من محل وتبص على السلكات او قفاص زي كده مثلا حاططها فيها، تبص على العصفور تلاقي حركته سريعة. دول طبعا هم عشان عندي واحنا دخل علينا الليل وبنصور في وقت الليل، فالعصفير طبعا هي في فترة راحة تعتبر وقت نوم ليهم وقاعدين هاديين. لكن خد بالك انت العصفور لو لاحظته عند تلاقيه بيتحرك كتير، تحب تختار العصفور اللي بيتحرك كتير وحركته نشيطة ودايم الحركة. فعشان كده العصفور النشيط هو اللي بتكون عصفور صحته جيدة وكويس. لكن العصفور اللي تلاقيه نايم في القفص او قاعد تحته وهمدان كده نافش ريشه، هو العصفور المريض. في بعض المواصفات اخرى فانا همسك لكم دلوقتي ما عصفور من العصافير اللي موجودة امامكم، وهوريكم برضو ازاي على اي اساس هنختار برضو بجانب اللي هو المنظر، هنشوف ازاي. زي ما انتوا شايفين كده العصفور اللي انا ماسكه في ايدي ده، اول حاجة هتبص عليها ودي اهم حاجة، هتبص من تحت كده تمسك العصفور طبعا زي ما انا ماسكه كده بين صبعين كده، طبعا احنا مش خارجين ولا حاجة، بين صبعين كده بحيث ان هو ما يعضكش. هتلاقي العصفور طبعا مش واقف ساكت معاك في ايدك كده، زي ما انتوا شايفين كده عمال يتحرك وعايز يعضك وعضته شديدة
وكده. اول حاجة هتبص في من تحت في المخرج بتاع العصفور، يعني مخرج الفضلات بتاعته اللي هو عند الديل بتاعه كده، هتلاقيه نظيف. العصفور طبعا نظيف، لما يكون كده نظيف العصفور عند المخرج بتاعه تعرف ان هو ده مش مريض، ما عندهوش اسهالات. لكن لو عصفور فيه اسهال هتلاقي هنا المخرج بتاعه ملتزق في الفضلات، تعرف ان العصفور ده ايه، ده مريض عنده نوع من انواع الاسهالات. تاني حاجة خدت بالك، هتبص على ضوافر بتاعته، هتلاقي الضوافر بتاعته سليمة زي ما انتوا شايفينها، ما فيهاش اي حاجة، مش مقطعة او مقصفة او حاجة. تالت حاجة الديل بتاعه طويل ما شاء الله، تبالك لان ده عصفور زغلول ما شاء الله، هتلاقي الديل بتاعه طويل. هتبص على السلاحات، السلاح الريش بتاعه كامل، يعني لو في خدت بالك الريش لو ما يكون مقصف، يعني هتلاقي الحت ما ظاهرش غير شوية الريش دول بس، والريش الطويل ده مش هيبقى باين. يعني لو انتوا شايفين ان لو هو العصفور ده ريشه بايظ او مش سليم، هتلاقي شوية الريش دول والطوال دول مش موجودين، شوية اللي هم اسمهم سلاح العصفور. هتبص على العصفور تلاقي ريشه كامل من هنا ومن هنا زي ما انتوا شايفين في الجناحين كاملين. هتبص بعد كده على الكير اللي هو بتاع المناخير، هنا هتلاقي العصفور لو عنده زكام هتدوس على دول الفتحتين الانف دول، هتلاقي في ميه طالعه من هنا، او زي ما يكون انسان عنده زكام او انفلونزا بتلاقي في رشح في مناخيره، فهنا برضو عند فتحتي الانف لو عنده زكام هتلاقي ايه، في رشح في مناخيره هنا. وطبعا بيبقى الحته دي مبلوله اللي هو فك دماغه دي، لان طبعا ايه الزكام مأثر عليه، وطبعا يبقى واخده برد. وانت طبعا لو مالكش خبرة او دراية مش هتعرف تعالجه، فالافضل انك انت ما تجيبوش. يبقى عندنا نكرر تاني اهم نصيحة، انك انت تبص على ان هو العصفور من تحت ما فيهوش اسهال، ما فيش فضلات ملتصقة، يعني ما عندوش اسهال، ريشه سليم وسلحاته طويلة، ديله طويل، العصفور زي ما انت شايف كده مش خملان، يعني نشيط زي ما انتم شايفين، مفيش زكام فيه زي ما انتم شايفين. لو دخلت العصفور كده هتلاقيه طار بسرعه في القفص زي ما انتم شايفين. العصفور حاولت تمسكه برضه تاني، هتلاقي من الصعوبه انك انت تمسك العصفور. ودي احد التعليمات او المعلومات في حاله شراء عصافير بإذن الله سبحانه وتعالى، وربنا يوفق الجميع لما فيه الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.